السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بتصحيح الفرض المحروس رقم 2 للدورة الأولى للسنة الأولى إعدادي للمسلك الدولي خيار فرنسية. إكزارسيس 1 لا بروميير كيسيون كومبليتي لي فراز سي دوسو. هنا عندنا جمل وغادي نكملوا هاد الجمل. لونيتي دو لا بريسيون دون لو سيستيم انترناسيونال اي، إذن الوحدة ديال لا بريسيون ديال الضغط في لو سيستيم انترناسيونال، يعني النظام العالمي. إذن الوحدة ديال لا بريسيون لونيتي سي لو باسكال، اي لو باسكال. كاين كذلك البار وكاين الهكتو باسكال، مي لونيتي انترناسيونال يعني الوحدة العالمية هي الباسكال. لورسكو نشوف ان كور سولويسي غوسوا دو اي سا تمبيراتور، إذا عندما نقوم بتسخين واحد الجسم شنو كيوقع؟ الغوسوا يعني هو يستقبل ولا يكتسب حرارة، دونك الغوسوا دو لا شالور، الغوسوا دو لا شالور اي سا تمبيراتور. دائما فاش كيكتسب واحد الجسم حرارة الغوسوا دو لا شالور لا تمبيراتور اوغمونت، يعني درجة الحرارة ديالو ترتفع، دونك اوغمونت. بور كونيتر لا بريسيون اتموسفيريك جوتيليز، اذا باش يمكن لينا نعرف الضغط الجوي شنو كنستعمل، كاين جوج ديال يعني ديال لاباغاي دو ميزور، كاين لو مانومتر و لو بارومتر. بور لا بريسيون اتموسفيريك اون يوتيليز لو بارومتر، اذا كنستعملو البارومتر وماشي المانومتر. لو بارومتر علاش؟ لان المانومتر كنستعملو فاش كيكون عندنا الغاز محجوز في واحد المكان، دونك انفيرمي. لا دوزيام كيستيون ريبوندر بار فري او فو اي كوريجي لي فراز انكوريكت. La pression d'un gaz augmente lorsque son volume augmente. يعني الضغط ديال واحد الغاز كيتزاد فاش كيتزاد الحجم ديالو. خطا، الضغط والحجم هما متعاكسان، فاش كيتزاد واحد الاخر كينقص. دونك la pression d'un gaz augmente lorsque son volume diminue. هذا فو اللي هو صحيح كوريكت. la pression دابا نعاودو نفس الجمله d'un gaz augmente lorsque son volume diminue. Donc, الضغط ديال واحد الغاز كيرتفع فاش كينخفض الفوليوم ديالو يعني الحجم. Dans l'état gazeux, les particules sont compactes et désordonnées. Donc, les particules هما داك الدقائق الصغيرة اللي كتكون الأجسام، سواء كانت صلبة ولا سائلة ولا غازية، وهي اللي كتمكننا من تحديد الخصائص الفيزيائية ديال الأجسام. دونك ليطا غازو، فاش كتكون عندنا ان ليطا غازو لي بارتيكول ما كيكونوش كومباكت، ماشي متراصة، دونك كيكونوا نون كومباكت ولا كيكونوا ديسبيرسي، وبطبيعة الحال كيكونوا ديزوردوني يعني غير مرتبة. حتى هذا فو. شنو غادي نقولو عاوتاني؟ دون ليطا غازو لي بارتيكول سون نون كومباكت اي ديزوردوني. يمكن نقولوا هنا في عطنا كومباكت نقولوا ديسبيرسي، اذا اي ديزوردوني. لا ثالثه كيسيون لي شيما سي دو سو ريبريزونطون لي 3 ايتا فيزيك دو لا ماتيير. بريسيزي دون شاك موديل ليتا فيزيك اي دوني لو نوم دو شاك ترانسفورماسيون فيزيك. اذا هاد لي شيما هادو شنو كيمثلوا لنا؟ لو موديل دي ايتا فيزيك. اذا هادي واحد ليتا وهادي ليتا وهادي ان اوتر ايتا. لي ايتا فيزيك كنعرفو كاين ليتا سوليد وليكيد اي غازو. فاش كيكون عندنا لي بارتيكول يعني هاد الدقائق هما لي بارتيكول كيكونوا متباعدين كنقولوا هاد ليطا اي غازو. اذا هادي سي ليطا غازو. بالنسبه لهاد ليطا اللي كيكونوا متقاربين لكن ما كيكونوش مرتبين كنقولوا ليطا ليكيد. وهاد ليطا اللي كيكونوا مرتبين ومتقاربين بزاف كيتسموا ليطا سوليد، يعني الحاله الصلبه والحاله السائله والحاله الغازيه. هنا عندنا لي ترانسفورماسيون يعني التحولات الفيزيائيه من بين هاد الحالات. دو ليطا سوليد على ليطا ليكيد يعني من الحاله الصلبه للحاله السائله كيتسمى لا فيزيون، الانصهار. هنا غادي نكتبو فيزيون. والعكس اللي هو التجمد من الحاله السائله للحاله الصلبه كيتسمى لا سوليديفيكاسيون، سوليديفيكاسيون. دو ليطا ليكيد على ليطا غازو يعني من الحاله السائله للغازيه كيتسمى التبخر اللي هو لا فابوريزاسيون. دو ليطا غازو على ليطا ليكيد يعني من الحاله الغازيه الحاله السائله كيتسمى الاساله ولا التكاتف اللي كتسمى لا ليكي فاكسيون. هنا غادي نكتبو ليكي فاكسيون. بعض المرات كنسميوها لا كوندونساسيون كذلك. كاتريم كيسيون سوليني لا بون ريبونس بارمي لي بروبوزيسيون اونتر بارونتيز. هنا عندنا جمل وفي كل ما بين قوسين عندنا كلمتين، غادي نختاروا الكلمه الصحيحه وغادي نسطروا عليها سوليني.
Donc, un manomètre ou un baromètre permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient. يعني شكون هو اللي كيمكننا من اننا نقوم بالقياس ديال لا بريسيون ديال الضغط ديال واحد الغاز اونفيرمي. فاش كيكون عندنا ان غاز اونفيرمي اون يوتيليز لو مانومتر. البارومتر كنستعملوه بالنسبه للضغط الجوي لا بريسيون اتموسفيريك. او كور دو لا كومبريسيون لو فوليوم دو لير اوغمونت او ديمينو اي لا بريسيون اوغمونت او ديمينو. او كور دو لا كومبريسيون يعني في الاندغاط فاش كيكون عندنا اندغاط لو فوليوم دو لير ديمينو لو فوليوم ديمينو اي لا بريسيون اوغمونت. باش كنقوم بضغط غاز شنو كيوقع؟ الحجم كينقص والضغط كيزداد. او كور دو ليكسبونسيون يعني التمدد ديال الغاز ولا التوسع ديال الغاز دو لير يعني ديال الهواء لي بارتيكول دو لير سو رابروشون او سيلوانيون لي زون دي زوتر. بطبيعه الحال فاش كنقوم بتوسيع واحد الغاز ولا تمديد واحد الغاز شنو كيوقع لذاك لي بارتيكول؟ هاد لي بارتيكول كيبقاو يتباعدوا اكثر. علاش؟ لان درنا توسيع ديال هاد الغاز. Donc c'est loin, mais c'est un nom qui est très bon. Exercice 2. On mesure par un appareil la température d'un liquide. Donnez le nom de l'appareil qu'on a utilisé. Donc, يعني الجهاز اللي كنقوم بقياس درجة الحرارة la température qui s'appelle le thermomètre. هنا le thermomètre. Quelle température indique chaque division du thermomètre? إذا بالنسبة لهاد لي ترمومتر أ بي إس سي شاك ديفيزيو يعني كل تدريجة هنا شحال كتمثل. مثلا هنا بالنسبة لأ كاين هنا 38 وهنا 39 وشحال كاين بيناتهم ديال لي ديفيزيون شحال ديال التدريجات؟ كاينين 10 ديال التدريجات. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا شحال خصنا هاد واحد نقسموه على 10؟ فاش كنقسمو واحد على 10 كتعطينا 0.1 0.1 دوغاي سيلسيوس. لو ترمومتر بي دونك هنا عندنا 20 وهنا 30 يعني 10 كاين 10 ديال الدرجات وكاين 10 ديال التدريجات يعني ان كل تدريجه فيها واحد. اذا كنزيدو بالواحد هنا كاين 1 دوغري سيلسيوس. وبالنسبه لهذه الثالثه سي اذا حتى هنا كاين 10 وكاين 20 يعني 10 ديال الدرجات 10 ديال التدريجات وبالتالي حتى هنا كاين 1 دوغري سيلسيوس. Quelles sont les valeurs de la température lue dans les trois thermomètres? إذا هنا بالنسبة لكل ترمومتر نشوفو شحال كتساوي درجة الحرارة. دونك هنا كاينة 38 وكنزيدو بصفر فاصلة واحد. 38.1.2.3.4 دونك 38.4 دوغري سيلسيوس. بالنسبة للتاني عندنا كنزيدو بالواحد. إذا عندنا كاينة 20 21 22 23 24 25 26 27 28 درجة. دونك 28 دوغري سيلسيوس. لو ترمومتر سي كذلك حنا عندنا 10 عندنا 20 كنزيدو كذلك بالواحد. دونك كاين 10 11 12 13 14 15 16 17 دونك 17 دوغري سيلسيوس. لا دوزيام كيسيون اون انفونس لو بيستون دون سورانغ بوشي اون باسون دو لا بوزيسيون ا ا لا بوزيسيون بي. اذا هنا عندنا واحد يعني لا سورانغ يعني واحد المحقن وهنا هذا كيتسمى لو بيستون. اذا كنمشيو من لا بوزيسيون ا لا بوزيسيون بي وعندنا هادي امبوشي. اذا هادي يعني مسدوده مغلقه. باش نمشيو من هاد لا بوزيسيون ا لهاد لا بوزيسيون بي شنو درنا؟ شنو لاحظوا هاد الحركه ديال هاد المكبس هاد لو بيستون شنو قالوا؟ انه تدفع للداخل يعني اننا كنضغطوا على يعني على هاد المكبس. لير كونتوني دون لا سورانغ اتيل سوبي اون كومبريسيون او اون اكسبانسيون جوستيفي. اذا هاد الهواء اللي كاين في هاد لا سورانغ في هاد المحقنه واش وقع له يعني انضغاط كومبريسيون ولا توسع يعني اكسبانسيون؟ شنو كنلاحظوا؟ انه وقع له انضغاط. علاش؟ لان هاد الحجم هاد لو فوليوم هذا شنو وقع له؟ نقص. دونك لاغ ا سوبي اون كومبريسيون. دونك بوركوا؟ كار لو فوليوم de l'air emprisonné diminue. Donc il نقص الحجم ديال الهواء وبالتالي هذه كتسمى لا كومبريسيون. B choisir la bonne réponse est justifié lorsque on appuie sur le piston de la seringue bouchée. Est-ce que la pression de l'air emprisonné diminue, reste la même ou augmente? Justifié. هنا غادي نختاروا الجواب الصحيح وغادي نديروا لا justification يعني التعليل. La pression de l'air emprisonné lorsqu'on appuie sur le piston. اذا فاش كنقومو بالضغط على هاد لو بيستون شنو كيوقع لا بريسيون؟ كيوقع له يعني كيزداد. دونك لا بريسيون اوغمونت.
هنا غادي نختاروا هاد اوغمونت. علاش؟ كار لو فوليوم دو لير ديمينيو. اذا حنا فاش كنقومو بالضغط على هاد لو بيستون شنو كيوقع؟ الهواء داخل هاد المحقنه كينقص الحجم ديالو، وبالتالي هادي كتسمى اون اوغمونطاسيون دو بريسيون. لا ماس دو لير امبريزوني ديمينيو ريست لا ميم او اوغمونت. كذلك فاش كنقومو بالضغط على هاد المكبس الكتله ديال الهواء داخل هاد المحقن ما كتصغيرش. علاش؟ لان كيبقى نفس الكميه ديال الهواء والعدد ديال لي بارتيكول كيبقاو هما نفسهم، كيبقاو لا ميم. دونك ال ريست لا ميم، اذا هنا غادي نختارو ريست لا ميم، ما كتصغيرش الكتله دائما. علاش؟ لان لا كونتيتي دو لير ريست ان شونجي. دونك كار لو باسكو لو نومبر دو بارتيكول ريست لا ميم ولا ان شونجي، يعني عدد ديال الدقائق ما كيتغيرش، لان الكميه ديال الهواء كتبقى هي نفسها، فقط الحجم كينقص والضغط كيزداد. اكزرسيس 3، اون مي ان سوليد دو ماس ام ايغال ا 178 غرام دون اون اوبروفيت كادوي كونتونون دو لو كوم لانديك لا فيغور سيكونت. اذا هنا عندنا واحد الكميه ديال الماء 50 سنتيمتر كوب، درنا في واحد لي بروفيت كادوي واحد المخبر مدرج، ووضعنا واحد الجسم صلب هنايا ولات يعني رجعت 70 بالنسبه للحجم ديال هذا الماء وهذا لو سوليد. ديتيرميني لا ناتور دو سوليد، يعني غادي نقومو بتحديد النوع ولا الماده اللي مكون منها هذا لو سوليد. كيفاش غادي نعرفو؟ اون دون لا ماس فوليميك دو كيلكو ميتو. هنا عندنا لي ميتال الومنيوم الكويفر لو فير ولا لو بلومب، وهادو هما لي ماس فوليميك ديالهم، يعني كتله حجميه ديال كل وحده. اذا ماشي يمكن لينا نعرفو مناش مصوب هذا لو سوليد، هذا الجسم الصلب، خصنا نحسبو له لا ماس فوليميك يعني الكتله الحجميه. كيفاش كنحسبو لا ماس فوليميك؟ عن طريق قسمه الكتله على الحجم، لا ماس سور لو فوليوم، وكنحسبوها. عطاونا لا ماس ولو فوليوم، غادي نخرجوه من هنا. كنعرفو انه فاش كنوضع واحد الجسم صلب يعني في واحد المخبر مدرج، كيفاش كنديرو نعرفو لو فوليوم ديالو؟ كناخدو داك الكميه ديال الماء اللي كانت في الاول يعني الحجم ديالو، وكنقصوها من الحجم الجديد اللي كيكون عندنا ديال لو اي لو سوليد. اذا لو فوليوم دو لو اي دو سوليد موان لو فوليوم دو لو سو، كيعطينا لو فوليوم دو سوليد. وهنا عندنا لا ماس، وبالتالي يمكن لينا نحسبو. اون كالكول لا ماس فوليوميك دي سوليد. عندنا لا ماس، اذا لا ماس فوليوميك دو سوليد رو ايغال ا ام سور في، اذا خصنا ام و خصنا في. لا ماس دو سوليد اي ام ايغال، اذا عطاونا لا ماس هي 178 غرام، لو فوليوم في شحال كيساوينا هاد لو فوليوم؟ كيف ما قلنا هو 70 سنتيمتر كوب موان 50 سنتيمتر كوب، اذا هي 60 سنتيمتر كوب موان 50 سنتيمتر كوب. نتابعو هنا، ممكن انه يعطيونا هنا بالمليلتر، كذلك المليلتر هي نفسها السنتيمتر كوب، نفس الوحده. دونك ايغال 70 موان 50 ايغال 20، 70 ناقص 50 هي 20 سنتيمتر كوب. اذا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك، يعني تعبير عددي ولا تطبيق عددي. غو ايغال، غو هي لا ماس فوليميك، كتساوي لنا ام على في، كتساوي هي ام 178 غرام مقسومة على 20 سنتيمتر، دونك ديفيزي بار 20 سنتيمتر كوب ايغال، اذا كتساوي 8.9 غرام على سنتيمتر كوب. اذا اللي عنده 8.9 غرام بار سنتيمتر كوب، هنا في الجدول كنشوفو هاد النسبة هادي فين كاينة. اذا 8.9 هي ديال لو كويفر، دونك لا ناتور دون اي فابريكي لو سوليد اي دو اي لو كويفر. الوغ سو سوليد اي اون كويفر، اذا هو يعني مصنع من النحاس. اذا كان هذا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.